بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. آخر محاضرة في منهج الكباري الخرسانية كنا اتكلمنا على المين جيردر، قبلها طبعا كنا اتكلمنا على السلاب بريدج على السبورة لما كنا بنروح الكلية. والسلاب بريدج ده طبعا مهم جدا، ممكن نصمم بيه معظم الكباري للبحور، تتراوح من 7 ل 15 متر. بعد كده نضطر نعمل جيردر بريدج اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. كل مكونات الجيردر بريدج زي ما انتوا عارفين، اللي اتكلمنا على البلاطة المرتكزة على الكروس جيردر وكروس جيردر ومين جيردر ومين جيردر، حلناها واتكلمنا على الكروس جيردر. وبعدين في فيديو الاخير اتكلمنا على بداية تصميم المين جيردر. المين جيردر ككاميرا خرسانية تقدر تغطي معانا اسبانات، لو انت عندك كوبري من اول 10 متر لحد 20 لحد 25 تقدر تعمل هذا النوع من الكباري اللي هو باين تحت ده، بعدد مختلف من المين جيردر 2 3 4 5 6، اي عدد من المين جيردر. بعد كده لو الاسبانات زادت عن 25 هيبقى تصميم هذا النوع من الكباري هيبقى غير اقتصادي، فنروح لبريستريزد كونكريت بريدجز، نروح لبوكس جيردر كونكريت بريدجز، نروح لستيل جيردر كونكريت بريدجز. لكن الرينج اللي معانا دوت كويس لحد 25 متر، انا اقدر اقسم الاسبانات بتاعتي في حدود العشرينات والخمسة وعشرينات واشتغل هذا النوع من الكباري، وكباري سهلة نجارة وحدادة وتصب وتخلص، يعني غير الحاجات التانية اللي محتاجة ورش وتقنيات وبريستريسنج وكده. يعني اتكلمنا في الكوبري دوت على الديد لود، قلنا الكروس جيردر لما بنحلها بتطلع ردود افعال، ردود الافعال دي طبيعي هتتنقل على المين جيردر، نزود عليها الاونود بتاع المين جيردر ونرسم شكل المومنت والشير عند قطاعات مختلفه للمين جيردر. واتكلمنا على اللايف لود، الاحمال الحيه بتاعتنا اللي هي موجوده في الكود المصري، وان المشكله بس ان احنا خلال الصفحه ديت عايزين نجيب نصيب المين جيردر من الاحمال الحيه اللي بتتحرك على الكوبري كله، لان الكوبري كله بعليه مجموعه من الاحمال، مش كل المين جيردرز بتشيل قد بعضها الا اذا كان الحمل في وضع متماثل تماما. فكان نصيب المين جيردر بتاعتنا حمل دبليو، حمل دبليو بين 1.2 وحمل يونيفورم لود اسم كيو. فالحسبه اللي تحت ديت بنحسب الدبليو والدبليو والكيو، بعد ما نحسب الدبليو والدبليو كيو نحطها في اوضاع مختلفه عشان نجيب اقصى عزم عند نقطه سمنها 1، واقصى عزم عند نقطه سمنها 2، واقصى عزم عند نقطه 3، واقصى عزم في منتصف البحر نقطه 4، واقصى شير عند الركيزه، واقصى شير عند نقطه لتكن 2. كان ممكن نجيب الشير عند نقطه 1 والشير عند 3 والشير عند 4 كلايف لود بنفس الاحمال الدبليو والدبليو والكيو. وصلنا في الاخر ان احنا عندنا ماكسيمم بيندنج مومنت ديد لود زائد لايف لود عند كل نقطه، وبرضو بالنسبه للشير ماكسيمم شير ديد لود ولايف لود عند كل نقطه. طب هنعمل بالكلام ده ليه؟ هندخل على الخطوه اللي عايزين نقولها النهارده اللي خطوه الديزاين. دي خطوه سهله، معلومات مكرره ما فيش فيها مشكله. يعني ان انا عندي قطاع الكاميرا المين جيردر دي قطاع تي سيكشن، لان في بلاطه فوق والمين جيردر موجوده. فلو بتكلم على انر مين جيردر في بلاطه يمين وبلاطه شمال، البلاطه دي باخد جزء من البلاطه ده اشغله معايا، الجزء ده الكود قال عليه في صفحه 46 642 في الكود، قال ان العرض الفعال بي زائد 16 تي او السبيسنج اللي هي المسافه البينيه بين الكاميرات، او عرض الجذع زائد ال داش على 5، وال داش ده الاسبان، الاسبان بتاعنا ال داش بيساوي ال في حاله ما تكون الكاميرا سيمبل، ال داش ده يساوي 8/10 ال في حاله تكون الكاميرا مستمره من ناحيه واحده، يساوي 7/10 ال لو كانت المين جيردر بتاعتي كونتينوس من الناحيتين. فاذا العرض الفعال معايا بي ده، وباخد الثلاثه دول واخد الاقل منهم. بعد كده اجي اصمم تي سيكشن، نرجع بقى لتانية مدني ولا تالتة مدني نشوف لما كان عندي تي سيكشن كنا بنصممه ازاي. اول حاجه بنفترض ان الكومبريشن زون اقل من سمك البلاطه، سمك شفره القطاع، ونطبق معادله الاتزان ان في شد تحت وضغط فوق، فلو الضغط يساوي الشد في حاله القطاع المعرض لبندنج مومنت فقط، معادله من الدرجه الثانيه يجيب الاي، او في حاجات المعادله الدرجه الثانيه دي محلوله بس بالرموز، فكنت بحسب معامل اسمه ار و ام على ام التيمت على اف سي يو على جاما كونكريت في البي، بس ساعات دي اخد البي بقى اللي عرض القطاع كله الكابيتال بي ديت، وفي الدي سكوير اجيب ار، ومن ار اجيب الفا، ومن الفا اجيب الفا دي اجيب
الكومبريشن زون ايه. اول معادله ديت معادله من الدرجه الثانيه، كل الحاجات فيها معلومه ما عدا الايه، نعرف الكومبريشن زون. طب عرفنا الايه، لو كان الايه اقل من تي يبقى الفرد بتاعه مظبوط. طب لو كان الايه اكبر من تي، ممكن اخد حته من الويب بقى شغاله معايا وممكن اعملها، فممكن نعمل الحته اللي من الويب وساعتها ناخد الاي بتساوي التي. ده يعني تصميم كونزرفاتيف شويه، يعني اديني تسليح زياده سنه مش مشكله، او عادي يعني فرق بسيط جدا جدا ما بين التسليح ده والتسليح اللي انا اشتغلت اكزاكت وخدت جزء من الويب وعملت معادله الاتزان تاني عشان اجيب الكومبريشن زون وحولت الفورسز لسي ويب وسي فلانج وعملت اتزان جبت الاي الحقيقيه. يعني في حالتنا ديت سواء في الكروس جيردر او المين جيردر هنتكلم على بلاطه سمكها 20 22 سنتي 25 سنتي 30 سنتي، فالبلاطه كفايه عندنا ككومبريشن زون، فغالبا الاي هتطلع اقل من التي او على اقصى تقدير هناخد الاي بتساوي التي. طب خدنا الاي بتساوي التي على طول نطبق في معادله العزوم الدي او الاي الفعليه او الاي بتساوي التي حسب ما يطلع معانا في الاف فيلد على جنب ماسب، ناخد الاف فيلد 350، ده ممكن في اكتر من 350 في 400، بس ده عشان لو خدنا الاف فيلد 350 ممكن يدينا حديد اكتر شويه، وده كويس في حاله الكباري عشان خاطر الاستريسز تبقى قليله، ولما الاستريسز في الحديد تبقى قليله بل اتساع الشروخ الكراك ويتس قليل، وبالتالي الكوبري اللي موجود في العراء ده يقدر يقاوم العوامل الجويه والحديد ما يصديش بسرعه، فعشان كده مخفض الاستريسز في الحديد شويه. الاقطار اللي بتطلع عندنا بيطلع لنا اير ستيل بقى، لازم نتعود على الارقام الكبيره، طلع لنا اير ستيل بقى نختار عمر 18 22 25 28 32، عاده المين جردر بتطلع في حدود 8 فاي 28 او فاي 32. طب نرص الاسياخ دي على صفوف 5 في الصف 4 في الصف 6 في الصف، ده اعتمد على عرض الكاميرا، بس في شويه حاجات كده واحنا بنختار عدد الاسياخ اللي نحطها في الصف الواحد لازم ناخد بالنا ان في كفر 2.5 سنتي على الجنب قبل الفرع الكانه، الفرع الكانه 10 مللي 12 مللي اللي احنا اللي موجود هنا ده، وبعدين الناحيه الثانيه زيه، ومن تحت لازم نسيب كفر كلير كفر كلير كفر، وبعدين نحط 5 اسياخ. طب لازم المسافه الخالصه بين السيخ والسيخ تبقى في حدود الكود قال ما تقلش عن قطر السيخ، يعني قطر السيخ ده لو 32 مللي يبقى الخلوص ما بين السيخ والسيخ ما يقلش عن 32 مللي. مره ونص المقاس الاعتبار الاكبر للركام، مقاس الاعتبار الاكبر للركام بيكون في حدود 19 مللي 20 مللي 25 مللي، يعني مره ونص المقاس الاعتبار الاكبر للركام برضو بنتكلم في حدود 40 مللي. بصفه عامه احنا بنتكلم في الرينج بتاع ال 4 سنتي، 4 سنتي نضيف ما بين السيخ والسيخ يا دوب يعدي خرسانه ما بين الاسياخ، ولازم الخرسانه تغلف الاسياخ كويس، ده ضروري عشان تبقى في بوند ما بين الاثنين. بعد ما نصمم نجيب اير ستيل هتحط تحت، انت واخد في الكاميرات السنه اللي فاتت ان في حديد تعليق هنحطه فوق من 10 ل 20% اير ستيل، وفي شرينكج بارز اتحط على الجناب، مجموع الشرينكج بارز دي كلها 8 اير ستيل شرينكج، دي 8 من 100 اير ستيل. طيب بعد كده نيجي للشير، احنا حسبنا اقصى قص عند الركيزه اللي هو كيو اي، بنجيب الشير ستريس منها كيو على بي في دي كيو التيمت، كيو التيمت طبعا اللي هي 1.35% من الكيو اللي انا حاسبها، لان بشتغل التصميم بالالتيمت، فالمومنت بضربه في 1.35% والشير بضربه في 1.35%، وده خاص بالكباري مالكش دعوه بال اللود فاكتورز اللي موجوده في الالتيميت في المنشات الثانيه اللي هي 1.4 ديد لود زائد 1.6 لايف لود، لكن لما نيجي للكباري في ريلابيليتي شويه، فالكود محدد ان الالتيميت في الكباري بناخد 1.35% المومنت يبقى ده ام التيميت، 1.35% الشير يبقى ده الشير الالتيميت. بنجيب الشير ستريس كيو على بي في دي، كيو على بي في دي يطلع لنا شير ستريس نيوتن على المليمتر مربع، بنقارنه ب 16% جذر اف سي على جاما كونكريت، ده الشير اللي حددت الكود اللي هو لو اقل من كده يبقى نو سبيشال شير رينفورسمنت، نستخدم الكائنات المينيموم وخلاص، لو اكثر من 16% جذر اف سي على جاما كونكريت لازم نحسب حديد خاص بالقص، والحديد الخاص بالقص ده ممكن يبقى كائنات فقط او كائنات زائد حديد مكثف، يعني نستخدم الكائنات فقط تبقى كانت تقيله شويه، اما نستخدم كانات زائد حديد مكثف، لا غنى عن الكانات في الحالتين.
كاتب لك انا هنا جمله ان فور كروس جيردر اند مين جيردر يوز في 10 مينيمم. المين جيردر ارتفاع عالي شويه، يعني اقل حاجه في المين جيردر هتبقى متر وربع، متر متر، متر وربع، متر ونص، مترين، مترين ونص، ده ارتفاع المين جيردر. فنستخدم كانت في 8 هتبقى ضعيفه شويه وتلب ما مش هتبقى مناسبه. فاحنا بالحاجات الكبيره دي بنبدا من في 10 في الكانات. ومعلومة تانية قلناها قبل كده ان لو عرض الكاميرا اكبر من او 40 سنتي لازم تستخدم الكان 4 برانش اللي هنرسمها دلوقتي ونشوفها بعد شوية. ومن المعلومات برضو ان اقصى مسافة بين الكان والكان 200 ميلي، يعني 20 سنتي، ده كلام معلومات قديمة. وزي ما قلت لك يعني منهج الكباري بتاعنا اي مسألة في الكباري مجرد ان انا الجزء الجديد هو اللودينج، اما الجزء بتاع الاستراكشر يعني سهل، درسنا استراكشر اولى وثانيه. الجزء الخاص بالديزاين برضو ديزاين خدنا ديزاين في ثانيه وثالثه، فاحنا مجرد الجزئين دول بنراجع. حتى الرسومات بتاعتنا هتلاقيها سهله دلوقتي، فاحنا بعد خطوه اللودنج وتلاقي الامور لو انت فاكر المعلومات اللي انت درستها كلها هتلاقي المنهج ده. احنا بنتكلم بعد خطوه اللودنج تقريبا المعلومات هي مراجعه على ما سبق دراسته. لو الشير اكبر من 16 ده بنستخدم شير خاص بالكانات خاصه او تسليح خاص بالقص. لو اكبر من 7 من 10 جذر فسيوم مش مسموح، مش مسموح ان انا احسب شير ولا اكبر من 7 من 10 جذر فسيوم على جامعة كونكريت. الدياجرام ده نركز فيه شويه. انا حسبنا الشير عند A كيو عند A، وكن في نقطة واحد واثنين وثلاثة وهكذا، احنا نختار نقطة ينسون لكم في الربع اللي هي نقطة اثنين، هنحسب الشير ستريس عندها، وبعدين نوصل الشير ستريس عند A ونقطة اثنين. هو المفروض الشكل الطبيعي كيرف قعر لتحت، بس لو وصلناه بخط مستقيم ماشي الحال. طب احنا بنعمل كده ليه؟ عشان نشوف ال 16 100 جذر اف سي يو على جامع كونكريت تقع فين؟ لازم تقع ما بينهم. طبعا لو تقع براهم برضو ممكن نعمل استكمال ونجيبه براهم يعني. طب احنا ايه ال 16100؟ لو الشير اللي عند 16100 اللي هي بتحدد نهايه المسافه اكس ديت اللي براها وانت رايح كده نو سبيشال شير انفورس، فهنستخدم كانات مينيمم. وانت جوه الاكس ديت لا، الكانات المينيمم مش ممكن ما تكفيش، لازم نحسب حسبه الكانات. فالشير عند ايه تعرف؟ بنبتدي ناخد جزء تشيله خرسانه اللي هو 1200 جذر اف سي على جاما كونكريت، ده جزء بتشيله خرسانه. طب الباقي هيبقى كيو عند ايه؟ يشيل الجزء اللي بتشيله خرسانه اللي هو 1200 جذر اف سي على جاما كونكريت، يدي لك الجزء اللي بتشيله الكنات. طب الجزء اللي بتشيله الكنات ده عايزين نحط كنات تشيله، عايزين نحط كنات كيو ستيرب يساوي الشير عند ايه كلها ناقص الجزء اللي بتشيله خرسانه اللي هو 1200 جذر اف سي على جاما كونكريت. لكن الكانات المكثفه ديت والمحسوبه تستمر لحد فين؟ تستمر لحد الشير ما يبقى اقل من 1600 جذر اف سي يو على جاما كونكريت. عند بعد ال 16 ونازل نو سبيشال شير رينفورسمنت، من ال 16100 وطالع يوز سبيشال شير رينفورسمنت، يعني نحسب الكانات على ايدينا. طب نحسب الكانات دي ازاي؟ القانون بتاع الكانات اللي انت عارفه ان اريا ستيرا في فيلد على جاما اس على اس بي. مين ان؟ عدد فروع الكانه، الكانه يا فرعين، ده اقل كانه. صحيح في حاجات رفيعه قوي بنستخدم فيها سنجل ليج فرع واحد، ده بس ده يعني خارج التطبيقات بتاعتنا كلها، يمكن ما قابلتناش قبل كده. لما الكانه ممكن نستخدم اربع فروع، اتسماست نستخدم اربع فروع لما مرسومين جنب دول. لما العرض ب 40 سنتي فما فوق، لكن ممكن عند 30 سنتي و 35 سنتي استخدم اربع فروع برضو لو الشير محتاج ان انا استخدم اربع فروع. اريا ستيرب ده مساحه فرع الكنه الواحد، يعني الفرع ده والفرع ده الاربع فروع مساحه الفرع الواحد. الكانات اللي بنستخدمها في الكباري فاي 10 غالبا، لو المساله كبيره شويه عادي بنستخدم فاي 12، لو الدنيا مساله كبيره وخاصه شويه ممكن نستخدم كانات فاي 16، ده حاجه بتبقى كبيره لو قطاع الكاميرا كبير. الفاي معصايه واحده ديت اف فيلد بتاعتها 240 نيوتن على مليمتر مربع، او فاي بعصايتين 350، ده نوع السي نوع الاف فيلد اللي هستخدمه. مسموح لي ان استخدم حديد املس في الكانات وممكن استخدم الحديد المشرشر، فالاثنين شغالين معايا 240 350 الاف ييلد بتاعته.
اس هي السبيسنج بتاعت الاستيربس اللي هو التخصيص بتاع الاستيرب، احط كان كل قد ايه وانا ماشي على طول الكاميرا، ممكن احط كان كل 70 80 مللي، بس لو حد لو 10 سنتي كويس عشان الخرسانه تنزل بين الكنات كويس، احط كان كل 10 سنتي، كل 12 سنتي ونص، كل 15 سنتي، كل 200 مللي اقصى حاجه، اقصى مسافه 200 مللي. البي اللي موجوده في المعادله هنا دي طبعا عرض الويب بتاع، لو كانت تي سيكشن هنتكلم كان في الشير، احنا بنتعامل مع الويب اللي هو العرض الكاميرا البي بتاع المين جيردر اللي تحت، ملناش دعوه بالكابيتال بي اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. بنختار الكنات، بنضرب اي كنات، نختار 4 برانش في 10 في 12، 2 برانش حديد املس، حديد مشرشر، نعمل اي توليفه من الكنات، ونطبق في القانون ده لازم الكيو ستيربس اللي تقومها الكنات ديت تكون اكبر من او تساوي الكيو ستيربس اللي هي مطلوب مقاومتها. بمعنى اخر انا عندي الشير عند ايه، لازم الخرسانه بتشيل شويه والكنات تشيل الباقي، لو الكنات شالت اكتر مفيش مشكله، يعني لازم الاثنين دول كيو ستيرب وكيو كونكريت الاثنين مجموعهم يكونوا اكبر من كيو اي، يبقى ان انا حاطط حاجات الخرسانه تشيل 12% والكنات اللي انا فرضتها تشيل شويه، مجموع الاثنين لازم يكون اكبر من كيو اي. بعد كده نشوف الكلام ده اتحط في الرسم ازاي. دي رسمة للمين جيردر فيها حديد سفلي، باين هنا في القطاع اللي هو المعوج ده حديد سفلي، رصناه على 3 صفوف 4 صفوف صفين زي ما شرحنا. انت هتشوف الصف الواحد حسب عرض الكاميرا يشيل كم سيخ، وبعدين نحط سبيسر فضلة من فضلات الاسياخ تساوي قطر السيخ، وبعدين نرص الصف الثاني والصف الثالث والرابع وهكذا، وبعدين الويب دوت نحط عليه كل مسافة لا تزيد عن 30 سنتي 30 35 ان احنا نحط عليه اسياخ شرينكج، احنا حاطين هنا 2 12 2 12 2 12 وهناك زيهم. الحديد الايرستيل داش باين هنا. القطاع دوت عشان يبان معانا كويس هحاول اشرحه لك على الاوتوكاد. لو فتحنا فايل اوتوكاد عندي الكاميرا هي نفس الكاميرا اللي موجودة عندك بس موجودة عدل زي ما انت شايف كده. السكشن دوت هكبره لك، السكشن اهوت حاطين فيه تحت 16 في 32، ده المثال اللي معانا جاب كده، فال 16 رسمهم 6 و6 و4 على 3 صفوف، ممكن يبقى على 4 صفوف مفيش مشكلة. طب ليه 6؟ لان العرض بتاعنا اللي احنا ما كتبناهوش دوت عرض 50 سنتي، فيستحمل ان انا احط 6 سياخ جنب بعض وفوقيهم 6 وبعدين الباقي 4 بقيه ال 16. طيب ابتديت من اخر سيخ من هنا، من اخر سيخ من هنا كده احط بعد 30 سنتي او 35 سنتي 2 في 12 2 في 12 لحد ما مليت لحد الاخر. خلي بالك المسافه اللي هي معرضه للانكماش هي من بطنيه البلاطه لحد اول سيخ في اعلى صف هنا كده، يعني من اخر سيخ هنا في الصف ده لحد بطنيه البلاطه، دي المسافه اللي الهواء لما بيجي جنبها او يحصل فيها شلوخ انكماش، دي المعرضه للهواء. فابتدي اقسط المسافه من اخر سيخ هنا كده لحد بطنيه البلاطه، اقسمها مسافات متساويه. طبعا مش هتيجي معايا تلاتينات، ممكن تيجي 32 32 32 35 زي بعضه، 28 28 28، بقسط المسافه من اعلى صف هنا لحد بطنيه البلاطه، ده المسافه اللي احط فيها حديد الانكماش. طيب قد ايه حديد الانكماش؟ 2 12 هنا و2 12 هنا و2 12 هنا و2 12 هنا و2 12، كل الاتناشرات دي 1 2 3 4 5، دول 10 12، دول قدامي 1 2 3 4 5 10 12. العشرة اتناشر دول مساحتهم تكافئ 8% اريا ستيل كلهم 8%، مش الصف ده 8 وده 8 وده 8، لا هم كلهم على بعض كده يعملوا 8% ايرستيل. والحديد الحديد اللي فوق 1.1 ل 1.2 ايرستيل حديد تعليق، ده اخترناه 4 في 22. طيب خدنا كان 4 فروع، ليه؟ اولا لازم تبقى 4 فروع عشان العرض 50 سنتي اكبر من او يساوي 40 سنتي. طيب الاربع فروع فاي كام؟ ده اللي هنشوفه في او اللي طلع من حسابات الشير. الكاميرا بقى اللي انا بصيت لها ادي الجنرال فيو بتاعها اللي باين عندك في الشاشه، كاميرا ادي الاسبان حاجه في حدود 20 متر بالنسبه لنا، مرتكزه هنا على كاميرا فريم هنا وفريم هنا، شايلين الكاميرا ديت. حديد التسليح متفرد هنا،
أول صف فيه ستة، تاني صف فيه ستة، تالت صف فيه أربعة، حديد العلوي 4 × 22 اللي هو باين عندك هنا كده. الكاميرا ديت مرتكزة على ركيزة نيوبرين، ركيزة مطاطية تقدر تتحمل الرياكشن، بنصممها على حسب الرياكشن ونختارها ونشتريها. مصانع عندها كل المقاسات لكل الرياكشنات. الكانات لما لو تلاحظ الكانات في الجزء الأول حوالي ربع الكاميرا الكانات هي مكثفة، لو قربت كده 4 برانش استراب صفاية 10، كل 10 سم، كل 10 سم، لكن بعد مسافة لما الشير يبقى أقل شوية استخدمنا المينيمم. المينيمم 4 فروع لأن العرض فوق الـ40، برانش استراب فاي 10 لأنه أقل حاجة، فاي 10 أقل واجب يعني، 5 سياخ في المتر لأنه المسافة بين بين الكنات لا تزيد عن 20 سم. وادي الشرينكج باين متقسط صح زي ما مرسوم في القطاع، والشرينكج ده يتوصل في اي مكان مفيش مشكله، ده وظيفته بسيطه. لكن الحديد السفلي لازم يستمر تحت، يستمر تحت اول صف او صفين ممكن ان انا اطلعهم لفوق، على الاقل الكود قال تلت الحديد يوصل للركيزه والتاني برجل، ده تلت الحديد، ده الكود قال كده، بس احنا في الكباري ممكن نقول نص الحديد يطلع برجل مثلا، والنص التاني ممكن يقف، مش لازم ينتني لفوق يعني، النص التاني ممكن يقف لان ده خد انكر لينس طلع لفوق، الصفين دول طلع لفوق، فالصف التالت مش لازم يحصلهم لفوق ولا تبقى الدنيا زحمه. الكود قال تلت الحديد، احنا بنقول في الكباري طلع نص الحديد. طيب في حاجه في الكباري ممكن نعملها بس طبعا ما بنعملهاش كتير يعني، ان انا المومنت كل ما اقرب من الركيزه يقل، فانا ممكن ال 16 سيخ دول مش لازم ال 16 يوصلوا الركيزه، ممكن اوقف 2 وبعد شويه اوقف 2 وبعد شويه 2، بس ده محتاج حسابات بقى، محتاج ان انا المكان اللي اوقف فيه اتاكد ان اللي انا وقفته ده فعلا المومنت مش محتاجه، أنا المومنت الجزء اللي مكمل معايا مغطي الكلام ده، إفراد للحديد التسليحة وباين فوق التفريدة بتاعته. خلي بالك الكوبري ده، المثال اللي أنا جايبه لك ده، ده جزء من كوبري كبير عشان ما تتخضش مثلا. مثلا أدي بلان، شايف البلان ده كده؟ البلان ده الكاميرا اللي إحنا بنتكلم عليها، أي كاميرا من دول، من هنا لهنا، من هنا لهنا، دي كاميرا. فالكوبري ده كبير، مجرد ان احنا حلينا كاميرا خلاص يعني، الكاميرا كله زي بعضه، الاسبانات كلها زي بعضها، لو في اسبانات مختلفه هنعمل نموذج تاني. فانت عندك مثلا شايف الكوبري دوت في 1 2 3 4 5 6 7 8 من جردر، هم كلهم نموذج واحد وكلهم يتحل في ساعه، تحل خلص المين جردر الواحده وترصهم بس طبقا للي اوت بتاع الكوبري والانحناء بتاع الكوبري والمناسيب بتاع الكوبري، فان شاء الله يكون كوبري 3 كيلو خلاص انت حليت من جردر. لو انت واخدهم كلهم قد بعض خلاص الكوبري كله ممكن يخلص في ساعة يعني. طبعا الكوبري ده بالنسبة لنا متنفس في اسكندرية، فبعد شوية في المنزل استخدمنا سيستم تاني يعني، استخدمنا سيستم بلاطات وكاميرات كده كأنه سقف عادي يعني، لانه الدنيا بقت الارتفاعات منخفضة يعني، مش تحت الكوبري غير مستغل، فبالتالي زودنا عدد الركائز وخلناها تصميم اقتصادي اكتر شوية يعني. عندنا لو انت يعني عايز تاخد بالك، ادي برضو دي الكاميرا اللي كنا بنتكلم عليها، في كاميرا ده كروس جيردر، ده الكروس جيردر، الكروس جيردر اللي فيها التمن اللي بتضم التمانية من جيردر، في السبورتنج فريم اللي شايل 3 أعمدة وعليهم كاميرا، وبعدين ادي ركيزة تاخد بالك، الركيزة النيوبرين بيرنج اللي حط عليها من جيردر، التانية التالتة الرابعة الخامسة التمانية من جيردر لهم ركايز هنا اهوت، والسبورتنج فريم برضو بيتصمم على ردود افعال المين جيردر. يعني الموضوع في الكباري سهل وبسيط ومش عايزين نتخض منه يعني، لكن بيعتمد على الجزء الخاص بالارنجمنت نفسه يعني، المناسيب ديت واذا كان الكاميرا مايله ولا يعني بقيه الحاجات، لكن احنا يهمنا اخرنا ان انت ترسم لنا المين جردر ديت، وترسم لنا تفريد التسليح بتاعها، وترسم لنا الكنات،
تحدد لنا المنطقة اللي فيها الشير نوت سيف وكانت مكثفة والتسليح الرئيسي وتحديد التعليق، يبقى انت كده تمام تعرف تحل مين جردر. في السكشن ان شاء الله هيناقشوا معاك نفس المين جردر دي، وهننزل لك مثال محلول بالارقام، بس هناخد نفس المين جردر دي لو هي بحرين مثلا. فاللي هيزيد معانا ايه لو هي بحرين؟ هيزيد ان بدل ما في عزم موجب اللي انا ناقشته معاك في المحاضره ده، في عزم موجب وعزم سالب. ادي الزياده، في شير عند الركيزه الطرفيه وفي شير شمال ويمين الركيزه الداخليه. في حديد موجب وحديد سالب، في تصميم قطاع هيبقى ريكتانجلر سيكشن للعزم سالب، نصمم ريكتانجلر سيكشن عزم موجب، نصمم تي سيكشن. الكلام ده هيتغطى ان شاء الله في السكاشن باذن الله اللي هنزلها الزملاء باذن الله تعالى. وكل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم على خير ان شاء الله. ولو في اي حاجه من خلال المندوب ابعتوا لي، لو طالبين، لو لكم اي استفسار ولا اي حاجه، ولو عايزين نعمل لقاء كذا لقاء على زوم، الطلبه اللي هي ممكن تدخل على زوم بحد اقصى ما اعرفش كام طالب كده في الكلاس الواحد في الزوم، ممكن نعمل اكتر من واحد. لو اي حد عنده اي استفسارات في المنهج كله ممكن نتكلم ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.